الحكم الشرعي للتداول في الفوركس يختلف. لما نتكلم عن مبادلة العملات الحقيقية فهذه لها حكمها الشرعي، ولما نتكلم عن منصات الفوركس فهذه لها حكمها الشرعي. دعنا نبدأ بالمبادلة الحقيقية للأموال من خلال البنوك أو من خلال محلات الصرافة في الشارع أو في المطارات أو غيرها. نقول إن مبادلة عملة بعملة الأصل فيه الجواز شرعا إذا تم التقابض الشرعي في مجلس العقد. فإذا جاء إنسان ومعه مثلا دولارات ويريد أن يستلم مثلا يورو أو ين مثلا، فإنه يسلم الدولارات ويستلم اليورو أو الين في مجلس العقد، ويكون هذا عقدا صحيحا جائزا شرعا. هذا دل عليه عدد من الأحاديث النبوية الشريفة، منها حديث عثمان رضي الله تعالى عنه في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تبيع الدينار بالدينارين ولا الدرهم بالدرهمين. حديث كذلك أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الذهب بالورق ربا إلا هاء وهاء. إيش يعني هاء وهاء؟ يعني إلا استلاما وتسليما. إلا هاء يعني يقول خذ، هاك وهات، يعني استلام وتسليم. الذهب بالورق، الذهب هو الدنانير الذهبية، والورق هو الدراهم الفضية. وكان الذهب والورق هما العملة، الورق يعني الفضة، كانتا هما العملة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم الذي صدر في هذا الحديث. فاليوم يوازي هذا في وقتنا المعاصر لما نتقول الريال والدولار والدرهم والدينار واليورو والين، تطبق عليها يعني أصبحت العملات هذه عملات منتشرة بين الدول، كل دولة لها عملة. نعم. وكل منطقة تتعامل بهذه العملة، فيعني التبادل فيها جائز. يعني صحيح، التبادل فيها جائز بشرط التقابض في مجلس العقد. نعم. بشرط الاستلام والتسليم في مجلس العقد. هذا فيما يتعلق بحكم المصارفة كما ذكرنا في دكاكين المصارفة في البنوك التي يتم فيها قبض واستلام العملة حقيقة، أو في محلات الصرافة المطارات أو غيرها. Thank you.